مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيان عربية. شرح اليوم هو عن سؤال ورد من أحد المتابعين: ما هي حقوق النشر للفيديوهات؟ حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك للفيديو. هاي طبعا المنطقة اللي أنا ساكن بها، فحبيت أن أعمل لكم هذا الفيديو البسيط. أول شيء حقوق النشر والطبع هي حقوق الفيديو، امتلاك الفيديو. هذا الفيديو مالتي أنا صورته، فحقوقه تعود إلي. أي فيديو تأخذه وراح يكون عليه علامة وتعيد نشرة، أول شيء إحنا شرعا هذا حرام، لأنه أنت أخذت بدون موافقة الطرف الثاني، ورح هنا في الدول الأوروبية تحاسب عليها قانونيا. وطبعا اليوتيوب مثل ما تعرفون ما يقبل، التيك توك ما يقبل. أنا قبل يومين نفس الفيديو مالتي حملته ورجعت ما حمل، فخزن ظهرت علي علامة التيك توك، رجعت حملته مرة ثانية ووقفوا لي برنامج الإبداع والمكافآت، لكن تواصلت وياهم ورجعوا، لأنه قالوا أنت تعيد المحتوى مال غيرك، لكن هو مالتي. فللأسف أنه كثير من المتابعين، اليوم إحدى المتابعات أنه أيضا دزت لي فيديو نشرته على العلامة، علامة أي علامة موجودة، هذا خطأ. هذه العلامة معناتها حقوقها مو إلك، حتى لو كانت تطبيق مونتاج لازم تشتروا للتطبيق المونتاج، لأنه اليوتيوب راح يتأكد انه هذا الفيديو انت ما دفعت الحقوق لتطبيق المونتاج، فراح ياخذ من ارباح من عندك وراح يرسلها الى تطبيق المونتاج، مثلا الانشوت او غيره. راح تشاهدون العلامة اللي الان على الشاشة، لو ظهرت على الفيديو هاي معناتها مدافع الحقوق، وراح اليوتيوب يستقطع منك مبلغ ويرسلها الى تطبيق المونتاج. طبعا انا بالنسبة لي أي تطبيق أستعمله بالمونتاج أشتريه حتى ما يترك علامة، أدفع مبلغه. مثلا أنت دفعت $100 لثمن التطبيق، اليوتيوب راح يستقطع منك $200 أو 300 حسب الأرباح مالتك، للأسف أنت خسران. فحاولوا أنه إذا أنت تفكر تنشئ قناة، أولا ممنوع تستعمل تطبيقات اللي تترك علامة، والشيء الثاني حاولوا أي برنامج مونتاج تشتروه ما يترك علامة، إذا ترك علامة معناتها أرباح راح تروح من عندكم، فحاولوا أن تشتروه. إذا ما كان دائمي تشتروه سنوي، كل سنة تدفعها حفاظا على حسابك وأرباحك طبعا. والنقطة الثالثة، ممنوع تأخذون فيديوهات من أي واحد وتعيدون تشروها حفاظا على حسابك، وأولا وأخيرا أمام رب العالمين أنه أنت حقوقه، هذه ما يصير تاخذ حقوق غيرك وتنشرها، لانه هنا باوروبا تعتبر سرقه. تحياتي لكم، واي سؤال او استفسار اكتبوا برساله اني حاضر، وهذا السؤال وردني من احد المتابعين فحبيت انه انشره له. تحياتي ومع الف سلامه، وهذه المنطقه اللي انا ساكن بها. تحياتي ومع الف سلامه.